اهلا بحضراتكم من جديد. فقره جديده من فقرات هذا الصباح. في الحقيقه طبعا بنتكلم في هذه الفقره عن مشروع بركه غليون، المشروع للاستزراع السمكي، المشروع اللي كلنا بنتكلم عنه، مستنيين ان شاء الله الانتاج الوفير اللي هيكفي مصر ان شاء الله ونسد الفجوه الغذائيه الموجوده في البروتينات، وبالتحديد طبعا الاسماك ممكن يكون لها دور كبير جدا في سد هذه الفجوه الخاصه بالبروتين، وكمان ينعكس بشكل كبير على الاسعار. لما يكون المنتج متوافر في مصر اكيد ان شاء الله نقدر نسد الفجوه الغذائيه الخاصه بالاسماك. امتى يخرج المشروع بشكل متكامل؟ اكيد عندنا مراحل وعندنا تطورات كبيره جدا. المشروع ابتدى في نوفمبر، او لما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر عام 2017 يمكن شفنا البكوره الاولى، واحنا عندنا دلوقتي الحمد لله انتاج متوازن جدا من هذا المشروع العملاق اللي ان شاء الله يكفي مصر ويسد حاجة مصر، وكمان نتجه كمان مش بس نكفي مصر، ان احنا نتجه للتصدير باذن الله في الفتره المستقبليه. خلينا نتعرف على اكتر. في الحقيقه كان في معلومات وفيره جدا في الفصل القصير ما بيني وما بين دكتور عادل، تعرفت فيها على حاجات كتير جدا، اكيد نتعرف كمان عليها في الهواء ان شاء الله. مشرفنا في هذه الفقره سياده المستشار الدكتور عادل المسلماني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه المنفذه لمشروع بركه غليون. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. الحقيقه سعيد جدا بالمعلومات اللي عرفتها في الفاصل، واكيد هنعرفها برضه في الفقره باذن الله. نخرج لتقرير ونتواصل باذن الله في هذا الحوار. نتابع مشاهدينا الكرام. هنأ وزير الزراعه واستصلاح الاراضي الدكتور عز الدين ابو ستيت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية في غليون بمناسبة اعتماد معاملها من قبل المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، مما يعد أمرا مبشرا لفتح أفاق أوسع لتصدير الأسماك ومنتجاتها إلى الخارج. وأكد أبو ستيت أن استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ولا سيما الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بما يأتي في صالح الوطن والمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة. من جهتها قالت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز إن حصول معمل مركز أبحاث التطوير التابع للشركة الوطنية في غليون على هذا الاعتماد في ذاك الوقت يعد بشرة خير وهدية لأبناء محافظتي كفر الشيخ والبحيرة والمصريين جميعا في ذكرى 30 من يونيو. وأضافت محرز أن المعمل تم تقييمه طبقا للمواصفات الدولية بالتزامن مع نجاح مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك في التسجيل بالهيئة العامة للخدمة البيطرية كإحدى المنشآت المتوافقة مع متطلبات ومعايير تصدير المنتج السمكي للخارج. وأشارت إلى أن ذلك يعد أيضا نتيجة طيبة للتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والشركة الوطنية للثروة السمكية والمشروع القومي لإنتاج وتجهيز وتعبئة الأسماك بمنطقة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لافتة إلى أن الوزارة تفخر بالتعاون وتقديم كافة سبل الدعم لدفع المشروعات القومية الإنتاجية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتذليل كافة العقبات أمام نجاح المشروعات القومية وتوفير كافة الخبرات الفنية لدعم نجاحها. اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب مره اخرى بضيفنا الكريم المستشار الدكتور عادل المسلماني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه المنفذه لمشروع بركه غليون. مشرفنا دكتور، صباح الخير عليك. اهلا وسهلا بيك. صباح النور. المعلومات كتيره قوي اللي خدناها في الفاصل، مش عارف اقولها كلها ولا لسه يعني، بس هنحاول قد ما نقدر ان شاء الله. فكره المشروع بشكل عام، والحمد لله احنا وصلنا فين لحد دلوقتي من المشروع والمنتظر القادم باذن الله ايه؟ هو فكره المشروع بشكل عام، مصر دوله فيها مجاري مائيه كثيرة جدا، فيها البحر الأبيض المتوسط ساحل يصل إلى 1600 كيلومتر، فيها البحر الأحمر ساحل يصل إلى 1400 كيلومتر، فيها نهر النيل 1650 كيلومتر. عندنا مجاري مائية كثيرة، والشيء العجيب رغم وجود هذه المجاري المائية، هو ده بقى إزاي عندنا النقص ده، عندنا عجز أو فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 500,000 طن. فإحنا بننتج سنويا حوالي 2 مليون 300 ألف طن، وعندنا استهلاك من 1.5 مليون 800 ألف، يعني عندنا عجز ثابت تقريبا 500,000 طن. هذا المشروع بيغطي 27% من العجز، وهذا المشروع هو يعتبر مشروع بايونير، يعني مشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا والوطن العربي كامل، وهو واحد من أكبر المشروعات على مستوى العالم. يعني أنا هقول لحضرتك، هبدأ متأخر شوية، كان بيزورنا وفد من اليونان. هذا الوفد لما شاف المشروع، رئيس الوفد قال أنا في حياتي كلها أنا شفت كل المزارع السمكية في البحر الأبيض المتوسط وزرت معظم مزارع السمكية في العالم، لم أرى مثل هذا المشروع في حجمه وفي كبره. فالمشروع الحقيقة
كان لازم مصر تعمله علشان تدخل فعلا على عملية سد الفجوة بين أو العجز بين الاستهلاك والإنتاج. المشروع عناصره كتيرة. عناصر المشروع، أول حاجة عندنا المصانع اللي بتخدم المشروع، ودي مصنع علف أسماك بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنوي، مصنع علف جمبري بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنوي، ممكن نعمل اكستنشن 60 ألف طن كمان تصل الطاقة الإنتاجية ل 240 ألف طن، مصنع علف الأسماك في خطين إنتاج، خط منهم يحتوي على ماكينة فاكيوم عشان أنتج العلف اللي هو بيبقى كودد بالزيت لدرجة 17 أو 18% يبقى صالح لأسماك البحر. المشروع في مصنع فوم 1390 كيلو تغليف يومي، في مصنع تلج 60 طن يومي، 40 طن مجروش و20 طن قوالب، في مصنع انتاج او مصنع بروسيسنج، ومصنع الانتاج ده بيديني 100 طن يومي وهو على 20 الف متر، وهو الاكبر على الاطلاق في مصر والشرق الاوسط، واحد من اكبر ثلاث مصانع على مستوى العالم. في مركز بحث وتطوير، مركز بحث وتطوير ده لأول مرة في تاريخ مصر يكون فيها مركز بحث وتطوير للمنتج السمكي. هذا المركز كنا زمان لما نحب نصدر أسماك لأوروبا، لو قدرنا نصدر لأوروبا كنا بنحتاج إن احنا نجيب الشهادات من مراكز بحثية في أوروبا أو في اليونان أو في أسبانيا أو في إيطاليا. النهاردة مركز البحث بتاعنا موجود على أعلى مستوى وبيدار بكفاءة عالية جدا جدا، وحصل أخيرا على شهادة الأيزو، وفي طريقه ان يحصل على شهادات زماله مع جامعات اوروبيه وصينيه في شرق اسيا وغيره، علشان نصل بيه ان هو يبقى مناره عالميه. وده المركز ده واحد من افضل 12 مركز على مستوى العالم، مركز البحث والتطوير ده. يعني النهارده اقدر في مصر الجامعات المصريه لو تعاونت مع الشركه الوطنيه للثروه السمكيه والاحياء المائيه ورئيس مجلس ادارتها سيد اللواء حمدي بدين، انها تتعاون معاه في مجال ان احنا نقدر نبقى عندنا علماء في الاسماك يقدروا يدخلوا مركز بحث وتطوير لم يكن موجود في مصر قبل كده، يقدروا ياخدوا شهادات الدبلومات والماجستير والدكتوراه، ويبقى عندنا نواه فعليه لعلم او لعلوم البحار. المركز ده كمان جم ان هو بيخدم المزرعه وبيقدر يراجع البكتيريا والطفيليات والجيناتكس الموجوده في المزرعه عشان نصل لاعلى وافضل مستوى انتاج موجود. فهو كمان ممكن يخدم البيئه المحيطه، المزرعه عشان نموذجيه. يعني ايه نموذجيه؟ يعني انا عندي حجم الانتاج، الانتاج المكثف وشبه المكثف بيصل الى درجه الى كميات عاليه جدا بالذات في اسماك المياه الحلوه. عندي داخل المزرعه حوض لمزج الميه الحلوه بالميه المالحه، عندي ترعه طولها 6 كيلو طالعه من الميه الحلوه، ترعه ثانيه من البحر طولها 8 كيلو، عندنا مجاري مائيه داخل المشروع حوالي 64 كيلو، المشروع متكامل في كل عناصره، عندنا ثلاجات 6000 طن ثلاجات حفظ للمنتج. لما تقول على عندك مصنع انتاج على 20 ألف متر ده شيء يعني غير طبيعي. الأهم في ده كله إيه؟ إن المشروع كله تم تنفيذه في سنة ونص، والواحد الحقيقة علشان يعني يعطي الحق لصاحبه والمستحقينه، لولا وجود الحقيقة رئيس مجلس إدارة الشركة طبعا قبل كل دول، وجود فخامة الرئيس اللي عطى الأمر واللي تابع الأمر بشكل يومي واللي كان بيشوف مراحل التنفيذ أول بأول، ثم بعد ذلك رئيس مجلس إدارة الشركة قوي الشكيمة وعارف هو عايز يعمل إيه ومقاتل من الطراز الأول، كان بيربط الليل بالنهار هو وكل رجالته وإحنا كلنا معاهم. ما كناش حاسين أبدا إن إحنا مدنيين وسط عسكريين، كنا حاسين إن إحنا كلنا عايشين في منظومة حب مصر عشان المشروع يطلع للعلن ويطلع للنور، والناس تشعر فعلا إن فخامة الرئيس والقيادة السياسية أدت شيء جميل لمصر. طيب. والمشروع ده الحقيقة فخر لكل مصر. طيب دكتور، عايزين نسأل برضو، إحنا بنتكلم حضرتك على سد الفجوة حوالي 27%، يعني لسه برضه ما زال عندنا حوالي يعني 23% فقد برضه المنتج. هل نستطيع بمشروعات مماثله او حتى امتدادات ان احنا نعوض الفقد كله بالنسبه لنا، وازاي ينعكس ده على سعر المنتج بالنسبه للسوق المصري اللي يهم المواطن المصري ان يشعر بسد الفجوه من البروتين؟ حضرتك عارف اللحمه بقى سعرها كام والفراخ بقى سعرها كام، فبقى السمك بالنسبه لنا هو المنفذ الوحيد او حتى برقه الامل ان الدنيا يبقى ايه سعرها معقول شويه. هل ده هيبقى محسوس فعلا؟ تزال طبعا الاتجاه دلوقتي احنا سمعت حضرتك ان احنا ننتج دينيس واروس، وده برضو مش في متناول المواطن العادي يعني. عامه هو السؤال بتاعك سؤال رائع جدا، اشكرك، وانا احب اتكلم فيه بالتفصيل شويه.
أولا عشان أتحكم في سعر السمك في عناصر كثيرة تجعلني أتحكم في سعر السمك، وأهم عنصر يخليني أتحكم في سعر السمك إن أنا أتحكم في سعر العلف. لأن بشكل علمي كل كيلو ربع علف يديني كيلو سمك، يبقى لو سعر العلف بقى رخيص يبقى السمك هيبقى رخيص بالتبعية. النهاردة أنا عندي مصنع علف للسمك والجمبري موجود في الموقع، ولكن المصنع العلف بجيب عناصره منين؟ من بره. بجيب عناصر العلف منين؟ استفاد. أهم عنصر في العلف اللي هو بودرة الأسماك اللي هو بيدي البروتين للسمك، وبنسب مختلفة فرق من السمك الماء الحلوة والماء المالحة، تبدأ من 35 أو 40% تصل إلى 70% أو أكثر. فلو أنا البروتين ده انتجته في مصر هقدر أتحكم في سعر العلف، بالتالي هتحكم في سعر السمك. فالنهاردة المرحلة الثانية في المشروع فيها مصنع علف أسماك. مصنع علف أسماك كل 100 طن من مخلفات الأسماك يطلع لي من 18 إلى 20 طن علف، ويطلع لي 3 كيلو 3 طن زيت. طب الحمد لله. فأنا النهاردة في المرحلة الثانية لما إن شاء الله حتم، إحنا بدأنا فيها بشكل فعلي وأحواضها شغالة وكل خطوط الإنتاج بتاعة المصانع وصلت الحمد لله مصر. فيها 3 مصانع، مصنع لبودرة الأسماك، مصنع لشكاير اللي بقى أعبي فيها الأسماك عشان ما اضطرش أشتري شكاير للتعبئة تزود عليها سعر المنتج، فبعمل الشكاير عندي. وفيها ووتر تريتمنت، محطة تطهير مية بطاقة إنتاجية 3000 متر مكعب يومي. الكلام ده بيتعمل كله عشان نوصل لمرحلة ان انا ارخص سعر العلف وارخص سعر عناصر الانتاج عشان اوصل لمنتج رخيص وهو السمك. ده من ناحية. من ناحية ثانية ان شاء الله المستهدف فعلا ان احنا نسد الفجوة كاملة. المستهدف المشروع عدة حاجات، مش يعني انا عندي كذا تارجت، مش تارجت واحد بس. مستهدف ان انا اوفر فرص عمل كثيرة. المشروع في مرحلته الأولى وفر 5000 فرصة عمل مباشرة، ومن المعروف اقتصاديا أن كل فرصة عمل مباشرة قدامها من 4 إلى 7 فرص عمل غير مباشرة. إن شاء الله المشروع هيكمل يوفر حوالي 9000 فرصة عمل مباشرة. الحاجة الثانية أن أنا أحاول أسد جزء من الفجوة، والمشروع في مرحلته الأولى بسد 27% من الفجوة، مراحله الثانية هيكمل سد الفجوة. الحاجة الثالثة، أنت تكلمت على أسماك المية المالحة وأسماك المية الحلوة. الأسماك اللي طبعا عشان أعمل مشروع سمكي، علشان أعمل مشروع سمكي يكون عندي، لازم يكون عندي النوعين من الإنتاج، المية المالحة والمية الحلوة. إحنا في مصر السمك الدينيس والأروس ده سمك البحر الأبيض المتوسط، وإحنا الحقيقة تأخرنا عن دول كتيرة بتنتجه، لدرجة تونس بتنتجه النهاردة بشكل أكتر مننا. فإحنا لازم ننتج هذا النوع من الأسماك، لأن ده سمكنا بتاع البحر بتاعنا. ففي مفرخ داخل المشروع، برضه تقول لك المشروع في مفرخ بيديني 20 مليون زريعة سمك كل سنة، و2 مليار زريعة جمبري BL10 برضو. يعني ايه مفرخ ويعني ايه بيديني زريعة؟ الاول كان اصحاب المزارع الخاصة بيروح ناس تصطاد ست جائر من المية وتجيب الزريعة من المية. زريعة سمكة كبيرة زريعة هي السمك. لا، زريعة السمك اللي هي السمك الصغير قوي اللي لسه ما بقاش، يعني اللي هو يعتبر اصبعيات او اقل من الاصبعية. كويس، السمك الصغير اللي اربيها عشان طلع منها لحم، كانوا بيروحوا يصطادوها من البحر، وده صيد جائر بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى قل الكثافه السمكيه في البحر الابيض عندنا. فالنهارده احنا جبنا الامهات وبنربي الامهات، بندي الامهات حقن طلق، بناخد من الامهات البيض، بنحضن البيض عشان يبقى رقات، وبنحافظ على رقات وناكلها نوع معين من الاعلاف الخاص بالرقات عشان تبقى فريق أو زريعة. بنحافظ على الزريعة لما تبقى إصبعية، بعدين بننقلها لأحواضها ونربيها عشان تبقى سمك. فيبقى احنا عملنا المنتج كامل from A to Z، كل عناصر المنتج بنعملها داخل المزرعة. في المقابل برضو ما نسيناش سمك المياه الحلوة اللي هو البلطي والعائلة البورية والقراميط، ودي ليها أحواض خاصة بيها. احنا عندنا 1395 حوض للأسماك والجمبري، لأسماك الدنيس والأروس واللوت اللي هي الأسماك البحرية، والجمبري اللي هو الجمبري الفينامي، وده جمبري كثير اللحم وسريع الإنتاج علشان أقدر برضو أغطي احتياج مصر وأقدر أصل لمرحلة التصدير عشان أجيب عملة صعبة. بالنسبة لأسماك المياه الحلوة عندنا الأسماك البلطي وبينتج دلوقتي حاليا. الميزة في سمك البلطي إن هو أولا سمك بيحبه المستهلك المصري ومتعود عليه، هو عشان سعره كمان سمك سعره فعلا رخيص، والسمك كمان بياخد مدة أقل في الإنتاج، يعني في حدود 8 شهور بيكون السمك قابل لأنه يتباع.
الوزن 350 ل 450 جرام، وده وزن جيد جدا للبيع. كمان السمك البلطي احنا بنقدر نعمل عليه عمليات داخل مصنع الانتاج عشان اطلع منه اسماك فيليه، عشان اعمل منه منتج داخل مصنع الانتاج. دي منظومه كبيره جدا جدا. السمك بمجرد ما بيخش بيدخل سمك صاحي جوه المصنع، السمك بيعدي على حوض اوزون، علشان طبعا السمك بتاع بركه غليون ده بيتراجع طفيليات وبكتيريا كل يوم 3 مرات في مركز البحث والتطوير، علماء مصريين رجال القوات المسلحه ورجال علماء من داخل ومن خارج قوات مسلحه مصريين دوريا يعني. بياخدوا عينات دوريه من السمك ومن الميه ومن العلف، وبيتراجع علشان يبقى دايما مطمنين ان السمك ليس به اي نوع من انواع الطفيليات او البكتيريا. سمك زي ما قلنا قبل كده في برامج سابقه يستحق فم المواطن المصري. فالسمك كمان لما بيطلع يتنقل من الحوض للمصنع الانتاج بيدخل على حوض الاوزون علشان خاطر نتفق يعني نلاقي انه فعلا تم تطهيره بشكل جيد. بعدين اللي فيه خبراء في تقطيع الاسماك مصريين تم تدريبهم في الصين وفي مصر، وبعدين بيتقطع الاسماك وبيعدي على انفاق تبريد بالصدمه. يعني ايه انفاق تبريد بالصدمه؟ يعني يوصل بدرجه الحراره من درجه حراره الاوضه لماينس 40 او 48 في 30 ثانيه، فيتم تبريد السمك بالصدمه محافظا على كل عناصر السمك. فلما تاخد السمكه ست البيت وتفكها تكأنها لسه طالعه من البحر دلوقتي بكل عناصرها. السمك بيطلع ما فيهوش نسبه ميه خالص. الاسماك اللي بنستوردها من بره تصل نسبه الميه ل 25 و30%. السمك اللي بيطلع من غليون معد او مجهز بيبقى ما فيهوش اي نسب ميه خالص. في سمك بيطلع منزوع الاحشاء، في سمك في كل انواع الاسماك النهارده بتطلع. هتقول لي طب فين السمك ده في السوق؟ هقول لك نمره واحد، في 17 منفذ موجودين اوريدي في كفر الشيخ، في منافذ موجوده في مدن اخرى، ولكن حجم الانتاج اليومي لمصنع الانتاج يصل الى 100 طن يومي. وزي ما قلت لك نسبه العجز عندنا عاليه، وال بركه غليون بتسد جزء من العجز، ولكن المستهدف ان المراحل الثانيه والثالثه هيكون فيها استزراع بلطي اكثر، وهيكون فيها استزراع مكثف. لاول مره في مصر يدخل الاستزراع المكثف. احنا النهارده عندنا استزراع شبه مكثف. الاستزراع المكثف له مخاطر كثيره جدا. لازم اكون نسبه الاكسجين عاليه، لان نسبه الاكسجين قليله ممكن تخلص لي على السمك. لازم يكون في متابعه اكثر، واحنا النهارده رجالتنا وعلمائنا بداوا يشتغلوا في شبه المكثف وناجحين فيه جدا، فلانهم نجحوا فيه عندنا خبراء من الصين وعندنا تكنولوجيا من الصين ونقل النهاو من الصين. هيبقى المرحله الجايه ان شاء الله، ومن غيرها طبعا يعني احنا مش يعني الصين ساعدتنا، ولكن احنا احرار ناخد من اي دوله في العالم بالظبط تدينا النهاو اللي احنا عايزينه. في الاخر عندنا فهيكون ان شاء الله في المكثف. المكثف يعني الحوض يديني 3 و4 أضعاف الحوض الشبه المكثف في السرعه في الكميه. هنصل ان شاء الله، وده المستهدف، ويبقى بعزيمه رجال ما يعرفوش الكلل وما يعرفوش المستحيل. رجال القوات المسلحه المصريه مع المصريين، مصر لا تعرف المستحيل، وان شاء الله هنصل الى هذه المرحله قريبا. دكتور عايز اتكلم، لو ترجمنا الموضوع لغه الارقام شويه، يعني احنا لو بنتكلم عن منافذ بيع في كفر الشيخ مثلا، منافذ في المحافظات القريبه، لو سعر مثلا كيلو البلطي بيكون كام في السوق، وهو سعره بيتباع بكام، او حتى الدنيس مثلا بكام هو بيتباع بكام تقريبا؟ شوف كل الاسعار بتعتمد على الاحجام. بالنسبه للدنيس والقاروص الاول دوره انتاجه 18 شهر واحنا ما بقالناش 18 شهر فاتحين. يعني فخامه الرئيس افتتح المشروع في 18/11/2017، من اليوم ده للنهارده ما فيش 6 أو 7 شهور، فلازم الناس تصبر على ما انتاج البحر سمك البحر يطلع. ولكن سمك البلطي بدا يطلع فعلا وطلع فعلا وبينتج وبيتباع. النهارده انا عشان منافذ مباشره يا دكتور، في 17 منفذ في كفر الشيخ، لا بتكلم وفي منفذ في منافذ في القاهره، لكن انا عايز اقول برضو ان المنتج بيطلع وبيتباع فعلا، والمنتج النهارده يتحكم في سعره حجم السمك وكميه المصروف على السمك وجوده السمك. السمك بتاعنا الفيليه بيطلع الحجم بتاعه السمكتين او الثلاثه كيلو، يعني حجمه كبير، واخد بال حضرتك؟ فالحجم الكبير ده سعره النهارده في السوق في متوسط ال 25-30 واكثر من كده، لكن احنا بنبيعه باقل 30% من السعر اللي موجود في السوق بشكل فعلي. يعني في اقل من السعر. في اقل فعلا، يعني مزرعه غليون ساعدت فعلا على ترخيص سعر الاسماك. ده انا بكلمك بقى بلغه الارقام. فبدا المنتج السمكي ده اللي يهم الناس، ده اللي يهم الناس بالظبط. في ناس تقول طب احنا لسه ما خدناهوش ولسه ما ادوناهوش، بنقول لكم احنا بنعمل سمك
يستحق فم المواطن المصري، ولازم نصبر على ما يبقى حجم الانتاج ان شاء الله على الاقل يصل لكل مواطن. طيب، ولكن احنا بدأنا بشكل فعلي. السؤال برضه بيطرح نفسه يا دكتور، هل احنا هنفضل قافلين على موضوع بركة غليون فقط، ولا في مثلا افكار للتوسع؟ هل برضه السؤال تكملة لي، هل ممكن نروح مناطق صحراوية؟ هل ده متاح؟ هل الفكر ده متاح؟ يعني فعلا ينفع ولا ما ينفعش، ولا لازم يكون لنا قنوات قريبة من البحر انا قلت لسعادتك ان المستهدف ان احنا نسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، ونصل الى مرحلة التصدير كمان عشان نجيب عملة صعبة تضاف الى الاحتياط القومي والناتج القومي، فده المستهدف. يبقى اكيد بركة غليون مش هو المشروع الوحيد، هو المشروع الاول ولكن مش الوحيد. لسه في مثلث الديبي، ولسه عندنا 100 قفص بحري في شرق التفريعه، وزي ما قلت لك الشركه الوطنيه للصحه السمكيه والاحياء المائيه ورئيس مجلس ادارتها لا يكلوا ابدا، والقياده السياسيه متفهمه جدا جدا، واكيد في مشروعات اخرى كتير، وفي مشروعات في قناه السويس النهارده موجوده، وفي مشروعات في اماكن كثيره، والمواطن المصري هيشوف بنفسه قريب جدا مشروعات كثيره سيفتتحها ان شاء الله في خامة الرئيس، وهتضاف الى هذا المشروع عشان نصل الى سد العجز باذن الله. طيب برضو الفكر الثاني، هل سيكون الفكر مقتصر على الشركات الوطنيه طبعا المصريه، وهل ممكن فتح مثلا تعاون ما بيننا وما بين الاهالي لو مثلا عندهم فكر في الموضوع ده، او الاستثمار حتى المباشر في موضوع الأحواض السمكية والثروة السمكية، هل ده متاح برضه؟ أنا أحب أقول لحضرتك إن الجيش جيش مصر، والجيش والشعب فعلا حاجة واحدة. إحنا الجيش ده قوامه كله مننا إحنا، ولادنا وأبنائنا وإحنا نفسنا. وتلاقي أنت خدمت خدمة عسكرية وأنا خدمت خدمة عسكرية، فده مفيش حاجة اسمها جيش وإحنا واحد. ده مش قصدي، واخد بالك؟ فعايز أقول لك إن ده أكيد، ده أكيد الجيش بينظر إلى إن ممكن جدا، مش بس ممكن، ده بالعكس، ده حتى عايز يرفع الكفاءة الإنتاجية للمزارع الأهلية بإن هم يستطيعوا إنهم يستخدموا الآر إن دي الموجود وبشكل علمي. لا، التعاون موجود وقائم وهيستمر وهيصل إلى مراحل الكبيرة عشان السد العجز ده مش شغل الجيش لوحده، شغل مصر كلها. فده اكيد طبعا. طيب برضو عايزين نتكلم عن التصدير بقى، فكرة التصدير بقى دكتور، يعني طبعا اكيد زي ما اتكلمنا في الفصل ان القاروص والدنيس مش من مزاج المواطن المصري، اكتر زي البلطي مثلا او زي البوري او زي القراميط او الحاجات دي، ده ممكن يتجه للتصدير شوية ان شاء الله او يكون بشكل اكبر. هل في بروتوكولات تعاون ما بينه وبين اماكن؟ هل ابتدينا مثلا نفكر مين الدول المستهدفه بالنسبه للموضوع ده، ولا لسه ان شاء الله لما يطلع الانتاج في شوف الأول؟ علشان نصل الى مرحله التصدير ان شاء الله احنا محتاجين ان احنا نشتغل كتير قوي، ولكن برضو احنا بنستهدف التصدير صحيح، لان اوروبا وامريكا والمستهلك والمستورد للاسماك بيحتاج مواصفات معينه. بركة غليون بتوفر له هذه المواصفات، يعني بركة غليون بما فيها من مركز بحث وتطوير وبما فيها من خبرات وبما فيها من أداء بيطلع سمك فعلا يتفق والمواصفات العالمية. عشان كده خدنا الأيزو، وعشان كده بنكمل عشان ناخد الزمالة، وعشان كده يبقى سمكنا فعلا قابل للتصدير، وهو قابل للتصدير دلوقتي بشكل فعلي. فلما تخرج أسماك بحر وأسماك البحر دي، الجزء اللي يغطي الأول الإنتاج المحلي موجود، والمتبقي منه يتصدر أكيد، وفي بروتوكولات كثيرة، والسوق العالمي بيحتاج إلى الأسماك، السوق العالمي لم يتشبع من السمك بقى. كل التوفيق إن شاء الله دكتور، ولقانا الجاي إن شاء الله يكون هناك بقى، نشوف شرفونا في أي وقت وأهلا وسهلا إن شاء الله الإنتاج واقعيا بقى، ونشوف الدنيا بإذن الله على أرض الواقع، ونطمن الناس ونفرح الناس كمان بإنتاج المصري. يعني شكرا ليكم وكل التوفيق إن شاء الله مع حضراتكم دكتور بإذن الله فترة. العفو، وإن شاء الله دايما مصر بخير، وأنا بقول للشعب المصري يصبر ويبقى خلف قيادته السياسية، أكيد هنوصل إن شاء الله لبر الأمان وهنبقى سعداء كلنا. شكرا لك، شرفتنا يا دكتور وسعداء بلقائك. أهلا بك، شكرا جزيلا لوحدك. سيادة المستشار دكتور عادل المسلماني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنفذة لمشروع بركة غليون، شكرا جزيلا لحضرتك. صباح الخير. العفو يا فندم. أروح لزميلي حسام الدين عاطف ونشوف النشرة الاقتصادية، ثم نعود من جديد لاستوديو هذا الصباح، ابقوا معنا.